أشاد وزير الإرشاد والأوقاف السودانية أبو بكر عثمان بجهود حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كافة الإجراءات لأداء المناسك. نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، وحقيقة كان لهم دور كبير أيضا في الإخوة هنا في السفارة السعودية بالخرطوم على رأس أسعار السفير السيد علي بن حسن جعفر والإخوة طاقم السفارة في تذليل كافة الصعاب التي قد تطرأ أو طرأت على الحجاج، والحمد لله الأمور تمت بسهولة وبيسر تام بإذن بحمد الله سبحانه وتعالى، والإجراءات تسير على أحسن ما يرام، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الترتيبات الحكيمة والمتقنة التي تنتهيها حكومة خادم الحرمين الشريفين.